سنة 63 قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يبعت قوة من سلاح الطيران المصري لمساندة الجزائر في حرب الرمال ضد المغرب، وواحدة من الطيارات المصرية هبطت في منطقة مغربية بالغلط واتقبض على الطاقم كله بتاعها، وكان فيهم العقيد محمد حسني مبارك. بعد استقلال الجزائر سنة 62 حصلت مشاكل بينها وبين المغرب، وده على الحدود المشتركة بينهم، وبعد سنة بدأت حرب الرمال، وتحديداً في أكتوبر 63. وفي التوقيت ده كان في مشاكل وتوتر كبير في علاقة مصر مع المملكة المغربية، وقرر عبد الناصر أنه يبعت مجموعة من القوات من سلاح القوات الجوية، بس ما كانش مستقر على اسم القائد اللي هيقود المجموعة دي. وهنا السادات عرض عليه اسم محمد حسني مبارك. السادات أشاد بمبارك وقال لعبد الناصر أنه قابله من كذا سنة لما كان بيزور أخوه عاطف في الكلية الجوية ببلبيس، وأنه اتفرج عليه وهو بيدي محاضرة، وأنه ساعتها كان معجب بيه جداً وبطريقته. عبد الناصر اقتنع بكلام السادات وقرر أن المجموعة اللي هتطلع على الجزائر هتكون بقيادة العقيد أركان حرب حسني مبارك. بس اللي ما كانش في الحسبان أن بعد أيام من وصول القوات المصرية للقاعدة للتدريب، الطيارة اللي فيها مبارك تتعرض لعاصفة رملية، فيقرر الطيار الهبوط بشكل مفاجئ. ولما نزلوا من الطيارة اكتشفوا أنهم في منطقة مغربية. المغاربة أول ما عرفوا أن اللي جوه الطيارة مصريين قبضوا عليهم وربطوهم كلهم في النخل، لحد ما جت قوة عسكرية وخدتهم علشان تبدأ في التحقيق معاهم. مبارك والثلاث عسكريين اللي معاه اتعرضوا لتحقيقات قوية جدا، واتضغط عليهم بكل الأشكال علشان يقولوا معلومات عن العملية وأسرار عسكرية كتير، بس طبعا لا مبارك ولا اللي معاه نطقوا بكلمة واحدة، وفضلوا على الحال ده حتى بعد توقيع المغرب والجزائر على اتفاقية وقف إطلاق النار بينهم. عبد الناصر كان عايز يرجع رجالته بأي طريقة، فقرر إنه رغم العلاقات المتوترة مع المغرب إنه يدعي الملك الحسن الثاني لحضور القمة العربية في مصر سنة 64، وفعلا الملك استجاب للدعوة وقرر الحضور. والمفاجأة أن عبد الناصر لما راح يقابل الملك الحسن في المطار لقى الأربعة المصريين وعلى رأسهم العقيد حسني مبارك نازلين ورا الملك من الطيارة، وقرر يفرج عنهم علشان تعود العلاقات المصرية المغربية مرة تانية. في الأول مبارك واللي معاه اتعمل معاهم تحقيقات عن الفترة اللي قضوها هناك، لا يكونوا طلعوا أسرار عسكرية ولا حاجة، بس بعد ما عبد الناصر اتأكد إن كل حاجة تمام رجعوا كلهم لشغلهم عادي في القوات الجوية.